متى يصير الخوف من الجن خوفا شركيا؟ الخوف من الجن والإنس يكون شركا إذا خافهم في طاعة الله، ترك العبادة من أجل خوفهم، من أجل خوف الجن والإنس، هذا خوف شرك. هنا أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ترك الأمر بالمعروف وهو يقدر عليه خوفا من الناس، هذا أيضا من الخوف المذموم. نعم.